تواصل المؤسسات الفندقية تدابيرها الخاصة لاستقبال السياح في موسم الاصطياف 2021 الذي سينطلق رسميا في الفاتحة جويلية مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي تفاديا لانتشار فيروس كورونا. وكشف مستشار وزير الصناعة والسياحة التقليدية والعمل العائلي في تصريح للإذاعة الجزائرية نبيل ملوك أن طاقة الاستقبال السياحي المتعلق بالمؤسسات الفندقية بالولايات الساحلية تناهز 855 مؤسسة موجهة لاستقبال السياح، تعرض مقداره 80462 سرير بين مؤسسة فندقية عامة أو خاصة. وأشار نبيل ملوك أن البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده في الموسم السابق سيطبق سواء من حيث التباعد أو من حيث التدابير الصحية.